وبالنسبه للصفحه الاخيره قبل ما نشوفوا قضيه تجهيز المنازل للاداره الاقل سهله كنقطه، هذه مساله مهمه جدا، ان الان عوض ان التسميه تمشي في قضيه استهلاك الطاقه يمكن نستخدموا تسميه ولكن باقل تكلفه في الانتاج في استهلاك الطاقه. اخيرا اعتبرنا ان تجنب التلوث كيكمن قضيه الحلول التكنولوجيه، لان التقدم يمكن يساهمنا، هذا هو الاشكال، ان التقدم يمكن يساهمنا في الحد من تدمير البيئه، ثم ضروره استعمال الطاقات البديله اليوم. وشكرا.